يعني طب للسجن اذا طاب على تزوير يطلع من السجن تزوير ومخدرات وعصابه ومافيا ها ويقوم يطلع من يطلع برا يقوم يفعل ما يشاء. احنا دا نقول ممكن هاي المليارات اللي تذبوها انتوا على الطعام وعلى الخدمات تريحون. تعتقد ان هناك جهات سياسيه مستفيده من عدم اقرار قانون العفو العام للاستفاده من اطعام السجناء؟ يعني استفد يوم طلع واحد بالتلفزيون يقول الناس اللي ماخذ العقد في وزاره العدل احنا طلبتنا كلها بالعدل كلهم بوزاره العدل يعني ماذا تصير الوزاره بدون وزير يعني انا ما اعرف يعني هي الوزاره بس توكيل ما تراعي الناس ما تشوفها هذا العقد بوزاره العدل العقد ب 8 الى 10 مليار هذا شهريا طعام مساحيق ما يجيبوه يعني السجين ما يصرفون عليه 2000 3000 والباقي كلهم ياخذوه جماعه العقود بها من المستفاد من عنده هو الحزب اللي لازم الوزاره مستفاد من عنده اكيد العقد مين يطلع قبل كان ذاك الحزب اللي قبل هذا الوزير العدل كان هم مستلمي بيها وبكل قباحه بكل وقاحه يطلع واحد بالتلفزيون يصرخ يقول ما اعطوني العقد مال الطعام كان يعطوك عقد مال الجنايز ذولي اموات 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 احنا ابنائنا بالسجون اموات انت تتحرك على مود العقد مالتهم يلوطون بالمرقه مالته وحطوا له حبايتين وحطوا له جلود ووزعوه للعالم وجبه واحده يطبون مال الغداء والعشاء والريق ما يعطوهم اياه نهائيا والناس ايش قام يسوون هسه؟ ذاك اليوم واحد يقول يابا احنا جبنا نشتري لهم ملابس ب 5000 اعطيهم اياها، قال بعد ماكو ملابس، الملابس تشتروها من داخل السجن، هذا السروال ياخذه ب 25 والبدله مالته ب 50 يصير على السجن ب 75 وهي بساحه التحرير يبيعوها هناك باب شرجي يبيعوها ب 10000، يابا احنا نجيب له، يقول لا احنا نجيب له بعد 3 جي، احنا من نجيب له بيه؟ منين نجيب العالم فلوس؟ انا هسه احنا برا احنا قاعدين نتنفس برا نتمشى واحنا مخنوقين وعوائلنا انا اي انسان اللي بالبيت منو اللي يدي طعام ابو البيت زياده ذات اخذه بالبيت من عنده من يوكل هاي العالم